شايف اي حد سايق كل نفسك كده بس سريع كده اللوحه اللي قاعد فيها اللوحه دي حضرتك رسام برازيلي كان متضامن مع الثوره ومن متضامن مع عامه الاحداث اللي بتحصل في العالم يعني هو كان متضامن مع القضيه الفلسطينيه برضو عمل شويه كاريكاتيرات على المحاكمات العسكريه فاحنا استاذناه ان احنا نشارك بيها النهارده في نادي التحرير وهو راجل ما عرضش يعني لا احنا بنكلمه على تويتر على تويتر احنا شعورنا ان يعني احنا ما شفناش المنظر ده من ساعه التنحي وكان نفسنا ان الميدان يرجع تاني عشان يحصل تغيير حقيقي فاحنا ان شاء الله مش ماشيين غير لما نحس بتغيير حقيقي ايه بعد انتهاء الجمعه ولم يذكر المجلس العسكري اي بيانات ولا مجلس نفس سياسه مبارك هي سياسه مبارك لا اكمل نفس سياسه مبارك نفسه هو سياسه التجاهل وخليهم يتسلوا بس احنا هنثبت له ان احنا مش بنتسلى وان هو مش اكبر مبارك ربنا اداله فرصه يتعظ واداله فرصه ان احنا نشيله على اكتافنا ونخرجه معزز مكرم هو مش راضي يستغل الفرصه دي ولا راضي يتعظ فاحنا وراه الزمن طويل ان شاء الله